السلام عليكم يا شباب، هنكمل النهارده ان شاء الله المحاضره الثانيه من الفانكشنال اناتومي اوف ذا تيمبر مانديبلر جوينت. هنتكلم النهارده على الامراض اللي بتبقى عندنا في التيمبر مانديبلر جوينت. اول مرض عندنا هنتكلم عليه اسمه مايوفاشيال بين اند ديسفانكشن سيندروم، او الاختصار بتاعه ايه؟ ام بي دي، مايوفاشيال بين ديسفانكشن سيندروم. المايوفاشيال بين ديسفانكشن سيندروم هو مش مرض، هو عبارة عن أعراض، مش مرض في حد ذاته، هي أعراض عندنا. الأعراض دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن إنها فانكشنال ديس أوردر كاركترايز باي ديسكمفورت إن ذا أورال أند بارا أورال ريجون. يعني هي عبارة إن البني آدم اللي بيجي لك ده بيشتكي إن هو مش عارف يفتح بقه، مش عارف يقفل بقه كويس، عضلات وشه كلها بتوجعه، بيبقى عنده صداع، بيبقى عنده ألم. يبقى هي عبارة عن كومباينيشن من فيشيال بين ووجع في الوش ومانديبولار ديسفانكشن، مش عارف يفتح ويقفل بقه. المايوفاشيال بين ديسفانكشن سيندروم دايما المرض ده بيبقى ريليتد، او المحفز الاول ليه هو سايكولوجيكال ديزيز، بيبقى البني ادم ده عنده مشاكل نفسيه. ايه سبب المايوفاشيال بين ديسفانكشن سيندروم؟ السبب الاهم ان بيحصل نتيجه المشاكل النفسيه والضغط النفسي والعصبي، بيحصل ماسلز ستريس. يعني ايه ماسل ستريس؟ يحصل كرامب في الماسل، شد في عضلات الوش. ودايما بتبقى العضله ليها تريجر بوينت، ليها منطقه معينه لو انا دوست عليها يحصل الم عندنا. ودايما التريجر بوينت دي بيبقى عندنا الالم بتاعنا، عشان نميزه عن اي الم تاني، ان الالم بيبقى كونستانت وديب بين، يعني مستمر على طول. نيجي نعمل راديوجراف للعيان ده ونشوف التمبر مانديبولار جوينت ونكشف عليها، نلاقي ان ما فيهاش اي مشاكل، ما فيش راديوجرافيك تمبر مانديبولار جوينت فايندنج، ولا في مشاكل في الكوندايل، الكوندايل في مكانها الطبيعي، ما فيش اي ريزوبشن، ما فيش اي مشكله فيها. طيب العيان ده بيبقى شكله عامل ازاي وبيشتكي من ايه؟ اول حاجه ثلاث ارباع العيانين دول بيبقوا في مين؟ حوالي في الفتره من 20 ل 40 سنه، اللي هي الفترة السترونج اندبندنت وومن، ان هو مش عايزين يثبتوا نفسهم في شغلهم وفي حياتهم، بيبقى في ضغط عصبي على الستات عامة، والضغط العصبي ده بيؤدي للمشاكل دي. بيبقى عنده هيستوري من اذر سايكولوجيكال ديزيز، يبقى هو دايما بيبقى عنده كرونيك ديبريشن، عنده مشاكل نفسية، محتاج رعاية، وهو سيكينج فور مالتيبل كير، هو دايما بيدور على اهتمام الاخرين بيه، وهو دايما او هي بقى عمرها ما بيعترف انه عنده مشاكل نفسيه. هنيجي احنا نعمل دايجنوزز، نعمل كلينيكال اكزامينشن. اول حاجه علشان اطمن ان مفيش مشكله، المشكله دي ولا جايه لي من السنان ولا ما جايه من التيشو، فانا لازم اعمل كشف على السنان، كشف على التيشو، اشوف ان مفيش اكسبوجر، مفيش برودونتال ديسيز، مفيش سمنتم حصل له مشكله. ان الكلام ده كله ممكن يعمل مصر سبازم، يعني البني ادم لو عنده بيريكورونايتس مثلا، البيريكورونايتس ممكن تعمله تريسمس، يبقى المشكله في البيريكورونايتس، مش مشكله بقى ان هو عنده سايكولوجيكال بروبلم. ممكن يبقى عنده اكسبوز، مش قادر يفتح بقه، اي حاجه من الحاجات دي. اشوف البايت ريليشن شيب، ان هو وهو ان سنانه ما فيهاش اعوجاج، ما فيش كراودنج، ما فيش اوفر جيت، ما فيش اوفر بايت، ان الكلام ده كله بيعمل مشاكل مع التمبر مانديبولار جوينت، بيعمل مشاكل مع الماسلز، يبقى هيؤدي ليه مايوفاشيال بين ديسفانكشن سيندروم. يبقى انا عايز اعمل اكسكلوجن لكل الحاجات الاورجانيك، الحاجات اللي هي مسؤوله عن المايوفاشيال بين ديسفانكشن سيندروم، عشان اوجه العيان ان هو يبقى ايه؟ سايكولوجيكال. يبقى انا لازم اطمن عشان يبقى سايكولوجيكال، ان انا اطمن ان مفيش مشكله في السنان، مفيش مشكله في البرودونشيوم، العضه بتاعته متوازنه. ما ممكن العيان يكون هو مش ايه؟ العضه بتاعته مش متوازنه، فده يؤدي الى ان هو محتاج قرص، علشان القرص هو اللي هيعدله اسنانه. يبقى هي بالفكره مش بس سايكولوجيكال، سايكولوجيكال بروبلم مسؤوله عن 90% من الحالات، بس لازم اعمل اكسكلوجن لكل مشكله جايه من التوز، جايه من البرودونشيوم، جايه من البايت، الحاجات دي كلها. اشوف برضو العيان ده عمل دنتال تريتمنت قبل كده، ما ممكن يكون عامل ريستوريشن والريستوريشن عالي، فبرضو العضه مش متوازنه. خلع فالسنان اللي ورا مش موجوده، البريمولر والمولر، فبرضه العضه مش متوازنه، ان احنا اتفقنا ان الاورال هابتس برضه بيعض على اسنانه، بليب ليكنج، اي حاجه من الحاجات دي.
ان الحاجات دي بتعمل ايه؟ امبالانس، تؤدي الى امبالانس ان ذا بايت ريليشن شيب. اي امبالانس في البايت ريليشن شيب ده ياثر على الماسلز، والماسلز تاثر على التيمورومانديبولار جوينت. وانا لازم اطمن ان الحاجات دي مش موجوده الاول. ابتدي اشوف بقى الماسلز اوف ماستيكيشن. احنا اتفقنا ان الماسلز اوف ماستيكيشن هي اول ماسلز بيحصل لها مشاكل في مايوفاشيال بين ديسفانكشن سندروم، وبعد كده الاسترنوماستويد ماسل والترابيسز ماسل يجوا بعديها. هبص ان احنا اتفقنا ان كل ماسلز ليها تريجر بوينت، وطالما الماسلز بيبقى فيها كونتراكشن او سباز يبقى تعمل ريفير للبين في جهه ثانيه. اول ما الماسل تتعب تعمل ريفير للبين في جهه ايه معينه. البين ريفير من التمبرال ماسلز بيروح دايما ليه؟ العيان هيجي يشتكي ان عنده بين في المجزيلري دنتيشن عندنا، وهو المسؤول دايما عن التمبرال هيدي. لو جه البين من الماسيترز ماسل، لا هنلاقي ان العيان بيشتكي ان في بين في المجزلة والماندبل، في المجزيلري مولر والمانديبلر مولر مع بعض، وممكن كمان يوصل للودن. البين جه من اللاترال تروجويد ماسل، يبقى هتلاقي العيان بيشتكي من وجع في التيمورومانديبلر جوينت عندنا. واللاترال تروجويد ماسل دي لو حصل يونيلاترال سبام اوف ذيس ماسل كوز مانديبلر ديفيشن تو كونتر لاترال ماسل، يعني لو انا عندي مشكله في اللاترال تروجويد ماسل جهه اليمين، لما يجي العيان يفتح بقه هنلاقي الماندبل بيروح ايه جهه الشمال، بيروح العكس. اوكي، طبعا لو بايلاترال هتلاقي لو هو عندي سبازم في البايلاترال لاترال تروجويد ماسل، يبقى في الحاله دي العيان مش هيعرف ايه يجيبه ايه بقه يمين وشمال. لو حصل ان البين جاي من الاسترنوماستويد ماسل، هيروح البين اليمين للتشين للاي للبريكولوكلار ايه ترابيسس، تودي البين بتاعها للانجل اوف ذا ماندبل. يبقى دي مهمه ان انا اعرف ان الماسكاتري ماسلز بتعمل ريفير للبين في جهه اخرى. العيان مش هيجي يشتكي لك يقول لك الماسيتر هي اللي وجعاني، هيجي يقول لك سناني فوق وتحت وجعاني، انا قدام ودني وجعني، انا ودني وجعاني ورحت كشفت ايه انف واذن قال لي ودنك ما فيهاش حاجه. كل ده اللي هيقوله لك العيان. برضه هطمن على النورمال اوبننج، الديترماين الرينج اوف ماوس اوبننج. احنا النورمال اوبننج من 4 ل 5 سنتيمتر، حوالي من 3.5 ل 4.5 سنتيمتر عندنا فور ميل. والبيشن بقول له ايه؟ افتح بقك اقصى حاجه تقدر تفتحها لغايه لما يبقى في وجع، فما تفتحش اكتر من كده، واقيسها واشوف قد ايه. وهو بيفتح بقه برضه ببص على الدايركشن والديجري اوف ديفيشن، يعني عايز اشوف البني ادم ده وهو بيفتح بقه، اقول له افتح بقك بالراحه واحده واحده، واشوف الماندبل بينزل ان سنتر ريليشن كده ولا بيبقى في ديفيشن يمين ولا ديفيشن شمال، علشان اعرف في سبازم في اللاتر تروجويد ماسلز ولا لا. احنا اتفقنا لو في ديفيشن ناحيه الشمال يبقى المشكله في اللاتر تروجويد ماسل بتاعت اليمين، لو في ديفيشن ناحيه اليمين يبقى المشكله في اللاتر تروجويد ماسل ناحيه الشمال، يبقى انا برضه بخليه يفتح بقه واشوف في ديفيشن ولا لا. بعمل اكزامينشن للتمر مانديبلر جوينت، اعمل بالبيشن للجوينت، احط صباعي يمين وصباعي شمال واقول له افتح بقك بالراحه واشوف هو كوندايل بيتحركوا مع بعض ولا في كوندايل سابق كوندايل في الحركه، هو في بين ولا في ساوند ولا اي حاجه من الحاجات دي ببص عليها. طيب انا دلوقتي عايز اعالج العيان ده، ايه الاوبجيكتيف عندي اوف تريتمنت عندنا؟ انا ليه عايز اعالج؟ اول حاجه عشان اعمل كنترول للبين، اقلل الماسلز انفلاميشن، امبروف الجو فانكشن، اخلي العيان ده يعرف ياكل ويشرب، لو في اوكلوزال ديس هارموني اشيله. يعني ايه اوكلوزال ديس هارموني؟ يعني العضه مش متوازنه يمين وشمال، مثلا عندي بريدج عالي، ريستوريشن عالي، سنان مخلوعه، اعوضها له كل الكلام ده. وطبعا اخر حاجه ان انا اقلله سايكولوجيكال ستريس. طيب ايه الميديكيشن؟ اول حاجه احنا اتفقنا ان ده مش مرض في حد ذاته، ده عرض نتيجه ان الماسلز حصل لها مشكله، فابتدي ادي للعيان ده انرجيسك علشان البين، ادي له ماسل ريلاكسنت عشان عضلات تتريح، ادي له دايازبام عشان ايه ينام، اقول له وانت في البيت تبطل تعمل ايه بقى الهوم ثيرابي، يبطل يعمل كلينشنج للهابت، لو عنده بروكسيزم بنعمل له حاجه كده اسمها النايت جارد، اقول له افتح بق نفتح بقك على قد معلقه بس، لا يا ريت الاكل كله يبقى طري بلاش اكل ناشف، ويعمل لي كمان كمادات ميه سخنه ومساج للعضلات بتاعت الوش خصوصا الماسيتر والتمبوراليس. لو عنده مشكله في الاوكلوجن او الاوكلوجن فيه مشكله عن طريق ايه؟ قال لك لو هو عنده هاي سبوت ولا حاجه اعمل سيلكتيف جرايندنج، يعني اشيل من الهاي سبوت لو عنده ريستوريشن عالي او بريدج عالي،
وفي نفس الوقت بعمل حاجه اسمها سيرمو ثيرابي. السيرمو ثيرابي دي ايه؟ احنا اتفقنا ان الماسلز اللي فيها كونتراكشن ده بيؤدي الى اسكيميا في الماسل، يعني الدم اللي رايح للماسل بيبقى قليل، واكوميليشن لنوكسياس برودكت جوه الماسل، يعني دايما بيبقى في نوكسياس برودكت جوه الماسلز عندنا. ففي الحاله دي انا بعمل ابلكيشن لهيت ثيرابي، بعمل كمادات ميه سخنه على الجنبين. ممكن استخدم دلوقتي في الكتريكال باد، حاجات بالكهرباء او الترا ساوند. كل الكلام ده ليه؟ انا بزود السيركيليشن اللي داخل المصل، بخلي المصل تنطر بره النوكسياس برودكت اللي جواها، يحصل فازو دايلاتيشن، يروح دم كتير، يحصل سيركيليشن. انا كل ده بفك السبازم بتاع العضله، العضله فيها سباز انا عايزها تفك معايا. ما ينفعش الكلام ده، هبتدي بقى اعمل بايت ابلاينس. ايه البايت ابلاينس؟ بنعمل حاجه شبه ايه؟ النايت جارد، بس هو مختلف. احنا عندنا بقى النايت جارد بتاع المايوفاشيال بين ديسفانكشن سيندروم، لو خدنا بالنا في الصوره كده السمك بتاعه بيبقى 2 مللي، الاوكلوزال سيرفيس بتاعه بيبقى فلات. ليه فلات؟ علشان لما يجي يعض العيان ده ما يلاقيش حاجه يعض عليها. انا مش عايز اعمل ايه؟ انتر ديجيتيشن ما بين الابر اند لوور تيس، فبيبقى فلات سيرفيس. فلات سيرفيس عندنا فلات سيرفيس الاوكلوزال، و2 ملم، وبيتلبس الصبح وليل علشان اقلل البروكسيزم عندي. هنتكلم على المرض الثاني في التيمبرو مانديبلا جوينت اللي هو التي ام جي انكلوز. انكلوز دي معناها ان ده ستيف جوينت، هي كلمه يونانيه جريك ستيف جوينت. يعني ايه ستيف جوينت؟ يعني الجوينت ما بيتحركش، في ليميتيشن، كرونيك ليميتيشن، كونسلتيشن، ايموبولايزيشن. اي كلمه معناها صح، ان في ان الكوندايل مش بيتحرك 100% صح، في حاجه ماسكاه. طيب ده بيحصل نتيجه ايه؟ دايما بيحصل نتيجه ان في الاطفال يقع على دقنهم، يحصل بعد كده بليدنج جوه الجوينت عندهم، جوه ايه الجوينت ده، البليدنج ده يعمل هيماتوما، الهيماتوما بعد كده تتحول لفايبرس او بوني انكلوزز. ان ده بيؤدي الى ليميتيشن في الايه؟ في المانديبولار موفمنت، وبعد كده يؤدي كمان ياثر على الجروس. ليه ياثر على الجروس؟ ان الكوندايل هي السنتر اوف جروس بتاع المانديبل. عندنا نوعين من الانكلوزز، عندنا حاجه اسمها ترو انكلوزز، ده بنقول عليها انترا ارتيكولار انكلوزز، وعندنا حاجه اسمها فولس انكلوز. يعني ايه ايه ترو انكلوز؟ ترو انكلوز معناها ان في حاجه فايبرس او بوني ماسكه الارتيكولار سيرفس مع بعض. احنا فاكرين الارتيكولار سيرفس اللي هم كانوا اربعه سيرفس، التمبرال بون اللي هي الجنرويد فصه، وكمان السوبريور سيرفس بتاع الديسك، والفيرو سيرفس بتاع الديسك، والكوندايل. طيب يبقى انا في حاجه وات ايفر كانت فايبرس او بوني ماسكه الايه؟ ماسكه الارتيكولار سيرفس مع بعض. الارتيكولار سيرفس عامه بيبقوا مين؟ التمبرال بون والكوندايل. يبقى في حاجه ماسكه التمبرال بون مع ايه؟ مع الكوندايل. لو حاجه ماسكه التمبرال بون مع الكوندايل وات ايفر كان فايبرس تيشو او بوني تيشو، معنى كده ان عندي ترو انكلوز، عشان كده سميناها عندي نوعين، بوني انكلوز او فايبرس انكلوز. طيب ايه فولس انكلوزز؟ لا فولس انكلوزز يعني في حاجه مشكله اوت سايد ذا جوينت، يعني في حاجه بره الجوينت هي اللي عامله المشكله. يعني العضلات فيها مشكله، الليجامنت فيها مشكله، التندون، الميكوزا، العظم اللي جنب الجوينت فيه مشكله زي كرونويد بروسيس، يبقى هي ايه؟ بره الجوينت، عشان كده سميناها اكسترا ارتكل. اما ترو انكلوز سميناها ايه؟ انترا ارتكل. هنتكلم دلوقتي على السودو انكلوزز، او الاسم الثاني ليها فولس انكلوزز او اكسترا ارتكل انكلوزز. احنا اتفقنا ان كديفينيشن هي ليميتيشن اوف الموفمنت ما بين العظمتين اللي هي التمبرال والكوندايل، بس ايه؟ بس نتيجه ان في باثولوجيكال كونديشن اوتسايد ذا جوينت، بره الجوينت. يبقى بره الجوينت يعني ما فيش ايه؟ ما فيش حاجه ماسكه الكوندايل مع التمبرال ايه؟ بو. اسبابها، اول سبب الفايبروزز بتاع التيشو. عندي مثلا فايبرس ايه؟ حصل فايبروزز للتيشو اللي حوالين الجوينت نتيجه تروما، نتيجه اي حاجه، واحد مثلا بيسوق لمسافات طويله فخده على طول الشمال ده متعرض ايه للهواء، فيحصل فايبروزز في الماسلز. الماسلز دي تعمل ايه؟ الماسلز دي تحصل لها ستيفنس، تتشد كده على نفسها، ما تعرفش ايه تشتغل كويس، فالعيان مش عارف يفتح بقه. واحد بياخد راديشن، فالراديشن بيعمل ايه؟ ماسلز ايه؟ ستيفنس برضه، فما يعرفش يفتح بقه. اه شبه شويه ايه؟ لو خدنا بالنا المايوفاشيال بين ديسفانكشن سندروم، او هي المايوفاشيال بين ديسفانكشن سندروم. السبب الثاني البون امبنجمنت. ايه البون امبنجمنت دي؟ احنا اتفقنا ان ممكن يحصل حاجه في البون اللي حوالين
الجوينت زي مثلا ايه كرونايد بروسس يحصل فيها ايه تيومر، التيومر ده عمل لها الونجيشن، فالالونجيشن ده تولد كده فبقت تاخد بقى في الزيجوماتيك ارش اللي فيها، او ممكن الزيجوماتيك ارش يحصل له ايه فراكشر اللي هو زيجوماتيك كومبلكس فراكشر. فالزيجوماتيك كومبلكس فراكشر لما الزيجوماتيك ارش يتكسر يقع لتحت فيقف قصاد الكرونويد، فالعيان برده مش عارف يفتح بقه عندنا. او تيومر للكوندايل او كرونويد بروسس او فراكشر او ديسلوكيشن للكوندايل. الله، طب ما ده كوندايل والكوندايل اهو. ايوه بس هنا في تروما او تيومر للكوندايل ولسه ما مسكش مع التمبرال ايه بون او الجينويد فوسا، يبقى طالما حصل تيومر في الكوندايل بس لسه التيومر ده ما خلاش الكوندايل يمسك في التمبرال ايه فوسا او التمبرال او الجينويد فوسا، يبقى لسه هنسميه فولس انكلوز. لو التيومر ده خلى الكوندايل والجينويد فوسا يمسكوا في بعض يبقى ساعتها اتحولت الى ايه ترو انكلوزز عندنا. برضه فراكشر او ديسلوكيشن او كسره الكوندايل ده كل ده اسمه ايه فولس انكلوز. اي حاجه لم تؤدي، اي حاجه لم تؤدي ان الكوندايل يمسك مع الجينويد فوسا يبقى في الحاله دي نسميها ايه فولس انكلوز، حتى لو كان تيومر. طالما التيومر لسه في الكوندايل بس لسه الكوندايل بتتحرك عادي مش ماسكه في التمبرال ايه فوسا او اللي هي الجينويد فوسا، يبقى ساعتها اسمه ايه فولس انكلوز عندنا. السبب التالي نيوروجينيك ديس اوردر. ايه النيوروجينيك ديس اوردر دي؟ قال لك ممكن يحصل فلاسيد باراليسيس للماسل. برضو في بعض الامراض بتؤدي لباراليسيس في الماسل زي الابيليبسي، برين تيومر، الماسل مش شغاله كويس، هيستيريكال تريسمس، عيان مثلا هيستيريكال تريسمس يعني عيان واحد خضه مثلا فبقه اتفتح مش عارف يقفله او بقه قفل مش عارف يفتحه. في مرض تاني اسمه مايوسايتس اوسيفيكانس. ايه المايوسايتس اوسيفيكانس ده؟ معناها ان في بعض الاوستيوبلاست هرمت من البون راحت جوه الماسلز وابتدت تعمل ايه بون جوه الماسلز. في منها نوعين لوكالايزد، ده بيحصل عامه في الماسيتر، جنرالايزد ممكن الماسيتر مع حاجات تانية مع ماسلز تانية، والعيان بيبقى نتيجه ان ايه ماينور تروما، واحد برضه بيسوق وعلى طول الهواء بيخبط في وشه فممكن شويه اوستيوبلاست تهرب من الماندبل كده تروح للماسلز الماسيتر تبتدي تعمل عن ايه جواها عظم، وده برضه ياثر على انه مش عارف يفتح بقه كويس. في بقى ماسلز تريسمس الجزء السبب السادس، ماسلز تريسمس. اي ماسلز تريسمس برضو بيؤدي الى سودو انكلوزز زي في البريكورونايتس، العين مش بيبقى عارف يفتح بقه كويس. طبعا المايوفاشيال بين ديسفانكشن سندروم من اسباب الفولس انكلوزز. التمبر مانديبولار جوينت ديسفانكشن، واحد مثلا احنا اتكسر المانديبل بتاعه قفلنا له بقه لفتره طويله، بنقفله بقه بالسلك كده، بنقفل المانديبل مع المجزله بالسلك كده وبنسيبه 8 اسابيع، لما نيجي نفتح بقه تاني بتلاقيه مش عارف يفتح بقه. زي بالظبط واحد ايديه اتكسرت وجبسناها فتلاقيه مش عارف يفرد دراعه بعد ما الجبس اتفك، هي نفس الفكره. السكلروديرما ده السبب التاسع للفولس انكلوزز او السودو انكلوزز. هنا العيان ده بيشتكي من ايه؟ العيان ده بيبقى عنده كولاجين ديسيز اللي هو بنقول عليه ماسك فيس، يحصل هاردنج وريجيديتي للسكين، السبكوتينيوس تيشو الماسك، كل الحاجات دي بيحصل لها ستيفنس كده والفيس يبقى ماسك كده فيس، فده برضو يؤدي الى الفولس انكروز. التيتاني من حاجات الفولس انكروزز عندنا، التيتاني هو عباره عن ميديكال كونديشن فيها ان الكالسيوم قل والفوسفيت زاد، يبقى هاي فوسفيت تو كالسيوم ريشيو. كل الحاجات دي بتعمل كونتراكشن في المسلز، وكونتراكشن في المسلز ده يؤدي الى ان العيان ده مش عارف يفتح بقه ومش عارف ايه يتكلم كويس. التيتانوس، التيتانوس لا ده حاجه ثانيه، ده مرض نتيجه بكتيريا اسمها باسيلس كولستريديوم تيتيناي. البكتيريا دي بتفرز برضه بعض الانزيمز والحاجات اللي بتؤدي الى ان العيان برضه مشكله في الماسلز فمش عارف يفتح بقه، حتى بنسميها الحكايه دي لوك جو. دي كان اسباب الفولس انكلوز. هنتكلم دلوقتي على الترو انكلوزز بقى، او اللي احنا بنقول عليه انترا ارتكولار انكلوز. ايه اسباب الترو انكلوزز؟ قال لك هنا بقى كرونيك ليميتيشن او ايموبولايزيشن للمانديبولار كوندايل نتيجه ايه؟ نتيجة ان في فايبرس او بوني فيوجن، فيوجن يعني في حاجة مسكت الاتنين في بعض بتوين الارتيكولار سيرفس، ممكن يبقى بوني يونيون او فايبرس يونيون او يونيلاترال او بايلاترال. تمام، يبقى لازم يبقى في ايه حاجة
عظمه او فايبرس تيشو مسك الايه الارتيكولار سيرفيس مع بعض. اسبابه ايه؟ اشهر اسباب ليه هي التروما، واحد خبط في دقنه فالكوندايل اتكسرت جوه الجوينت وده عمل هيمريدج وعمل الكلام ده كله زي ما احنا قلنا، او بيرس تروما ساعات وهم بيولدوا الاطفال بيمسكوه من راسهم كده بفورسبس اسمها فورسبس دليفري، فهو بيشدها بيشد الطفل برضه فضغط على الكوندايل فكسره له، او قافلين البق لفتره طويله قوي. دايما لما يجي عندنا عيان عنده كوندايل فراكشر ما ينفعش نقفل له بقه لثمان اسابيع، بنقفل له ايه اسبوعين ونفك واسبوعين ونفك، ليه؟ عشان نخاف ان يحصل انكلوزز عندنا. ممكن برضو انفكشن هي اللي تعمل الترو انكلوزز دي زي الاوتيتس ميديا ماستايتس اوستومالايتس ابسس في سراوندنج سوفت تيشو اي اروماتويد ارثرايتس، اي حاجه من الانفكشن ده، الانفكشن ده يؤدي الى مشاكل ويعمل ترو انكلوزز عندنا. الترو انكلوزز احنا قسمناها اكوردنج تو ذا تايب اوف ادهيرنس، ايه نوع التيشو اللي موجود عندي، هو فايبرس انكلوزز او بوني انكلوزز، او في تقسيمه ثانيه هي اكوردنج تو ذا ديجري اوف فيوجن، يعني ايه اللي ماسك في ايه؟ لقينا ان الكوندايل لو ماسكه في الجلونويد فوسه يبقى ده كلاس 1. لقينا لو الكوندايل ماسكه في الجلونويد فوسه وكمان الكرونويد بروسس مسكت في الزيجوماتيك ارش يبقى سميناها كلاس 2، ده اوحش. كلاس 3 بقى نفتح ما نلاقيش، نيجي نفتح كده نلاقي حيطه قدامنا. لاقي الريمس ماسك في البيز اوف ذا سكال حيطه، حتى السيجمويد نوتش اللي ما بين الكرونويد والكوندايل مش موجوده، الاقي حيطه مصمطه قدامي، وده اوحش نوع طبعا وده بنسميه كلاس 3. طيب هو العيان لما يبقى عنده يونيلاترال تيمبرومانديبلر جوينت انكلوزز او بايلاترال، ايه كلينيكال فيتشر بتاعه؟ العيان ده هيبقى شكله عامل ازاي؟ هنيجي نبص بس الاول قبل ما نقول الكلام ده، يستحسن نقول الكلام ده واحنا على الصوره يا شباب، نجيب الصوره ونبص عليها ونعرف منها. العيان ده عنده يونيلاترال تيمبرومانديبولار جوينت انكلوز، هنلاقي عنده ايه؟ اول حاجه عند العيان ده عنده فيشيال اسيمتري، اول حاجه عنده فيشيال اسيمتري، اليمين مش شبه الشمال. هنلاقي الماندبل دايما شيفتد ناحيه ايه بقى؟ ناحيه الافكتد سايد، يعني اللي ايه؟ الماندبل محوود ناحيه الحته اللي فيها المشكله، ليه؟ هنا في انكلوز فهنا الكوندايل اتمسك ما كبرش، اما هنا كبر عادي خالص وكمل جروس بتاعه، فتلاقي الماندبل دايما شيفتد ناحيه المشكله، ناحيه الحته اللي فيها المشكله، ناحيه الافكتد سايد. ناحيه الافكت سايد طبعا هو مش عارف يعمل ديفيشن للماندبل ناحيه النورمال سايد. هنلاقي دايما في حاجه كده، لو بصينا هنا شايفين دي اسمها انتيجونويال نوتش، دي اسمها ايه؟ انتيجونويال نوتش اللي هي جنب الانجل اوف ذا ماندبل. الانتيجونويال نوتش دي اللي ماسك فيها البوستيرور بيلي اوف دايجاستر. هتلاقي الانتيجونويال نوتش هنا ايه مالها؟ بروميننت. يعني ايه بروميننت؟ يعني عميقه. عميقه نتيجه ايه؟ نتيجه الشد اللي بتشده البوستيرو بيلي اوف داجستريك الماندبل، عايزه تفتح الماندبل فنلاقيها بروميننت كده. هنلاقي طبعا الريمس اندر ديفلوب مش متكون صح هو والبادي، وكمان السنان على الجهه اللي فيها المشكله بتبقى انديستال اوكلوجن. ده بالنسبه للاترال تيمبرومانديبولار جوينت انكلوز. طيب تعالوا نبص، هنتكلم برضو على البايلاترال تيمبرومانديبولار جوينت انكلوزز، بس هنجيب برضو الايه الصوره نتكلم عليه فيها احسن. الصوره هنلاقي العيان ده بنقول عليه عنده بيرد فيس. يعني ايه بيرد فيس او انتي جامب فيس؟ يعني هنلاقي ان هو ما عندوش دقن، اكنه ما عندوش دقن زي العصافير كده، فبنقول عليه بيرد فيس. واخدين بالكم؟ يعني الماكزيلا بروميننت والماندبل من الناحيتين ايه اندر ديفلوب. هنلاقي الفيرتيكال ريماي والبادي برضه هو الريمس والماندبل والبادي اوف ذا ماندبل في الناحيتين شورت نتيجه ان هو ما كبرش، وطبعا السنان ايه كراودنج وعنده اوبن بايت انتيريور اوبن بايت وريتروجنيسيا. ريتروجنيسيا يعني الماندبل راجع لورا، وعنده انتيجونال نوتش طبعا في الناحيتين بيبقى اكسنتويتد وبروميننت ومش عارف يفتح بقه. طبعا هنا الماندبل مش ديفيتد ناحيه الافكتد سايد، ان الاثنين افكتد فالماندبل مش ديفيتد، هو مش عارف يعمل ديفيشن للماندبل اساسا يمين ولا شمال. طيب نبص دلوقتي على الاكزامينشن راديوجرافيك اكزامينشن، هنلاقي في الفايبرس انكلوز ايه؟ في الفايبرس انكلوز هنلاقي لو العيان ده عنده فايبرس انكلوز، احنا اتفقنا ان الديسك بيقسم لي الجوينت لابر كومبارتمنت ولور كومبارتمنت، صح؟
طيب الابر كومبارتمنت لور كومبارتمنت دي لو في فايبرس تيشو لما المفروض اعمل لهم اكس راي يبان الابر كومبارتمنت لور كومبارتمنت اسود راديلوس. لما اعمل اكس راي بقى لو في فايبرس انكلوز هلاقي ناروينج في الجوينت سبيس. يعني ايه ناروينج في الجوينت سبيس؟ الحته دي ما بقتش سودة بقى في حاجات بيضة جواها دائت، وطبعا ممكن يحصل ديستراكتيف وبورفريتيف تشينج في البوني اللي هي الكوندايل. في البوني انكلوزز بقى هنلاقي ايه؟ بص في الصوره كده هنلاقي دنس سكلروتيك ماس، في عظم اتكون جديد اهو ما بين الكوندايل والجينويد فوسا، ممكن يوصل كمان انه يمسك الكرونويد بروسيس مع الزيجوماتيك ارش. هلاقي اكسنتويشن للانتيجونويد نوتش اللي احنا اتكلمنا عليها، شورت وايد ريمس للماندبول ده هنشوفه في الراديوجراف. طيب العيان بتاع ترو انكلوزز ده نعالجه ازاي؟ العيان بتاع ترو انكلوزز ده بيتعالج بس بالسيرجي، يبقى ده المرض الوحيد اللي عندنا مفيش فيه كونسرفتيف تريتمنت، ده سيرجيكال تريتمنت بس. لو خدنا بالنا ان المايوفاشيال بين ديسفانكشن سندروم ما فيهوش سيرجيكال تريتمنت، كله ايه؟ كونسرفتيف تريتمنت. يبقى انا عندي مرض اسمه مايوفاشيال بين ديسفانكشن سندروم ما فيهوش سيرجيكال تريتمنت، ومرض اسمه ترو انكلوزز ما فيهوش كونسرفتيف تريتمنت، في بس ايه؟ سيرجيكال تريتمنت. احنا بنقسم السيرجيكال تريتمنت بتاعنا لحالتين، حاجه اسمها كوندايلكتومي وعمليه ثانيه اسمها جاب ارثروبلاستي وانتربوزيشن ارثروبلاستي. دي عمليه واحده، الجاب ارثروبلاستي والانتربوزيشن ارثروبلاستي دول عمليه واحده من جزئين، وكوندايلكتومي عمليه ايه؟ واحده مستقله بذاتها. انا بقطع قدام الودن السيرج بتاعتي بري اوريكولر، او ممكن اقطع تحت الماندبلز اسمه سب مانديبولر، اي حاجه من الحاجات دي بقطع بيها. وبعمل اول حاجه بعملها هي الكوندايلكتومي. الكوندايلكتومي دي معناها ان انا حاجه اشيل الكوندايل كلها. اجي اشيل الكوندايل امتى؟ ليها شروط. تشيل الكوندايل لو انت عارف تشوف ايه الاناتومي بتاع الكوندايل. يعني اشوف امتى الاناتومي بتاع الكوندايل؟ يعني عندي فايبرس انكلوز سهل، انا دخلت عرفت ادي الاناتومي هشيل الكوندايل. عندي كلاس 1 ايه بوني انكلوزز حائل وانا شايف الكوندايل وعارف الاناتومي بتاعها يبقى هشيله. الكوندايلكتومي دي بستخدمها في حالتين، الفايبرس انكلوزز والحاله الثانيه كلاس 1 بوني انكلوزز. عندنا لازم ابقى شايف ايه الاناتومي بتاع الكوندايل كله. الطريقه الثانيه اسمها جاب ارثروبلاستي. جاب ارثروبلاستي دي معناها ايه؟ ان انا هخش انا في كلاس 2 بوني انكلوزز او كلاس 3 بوني انكلوزز انا شايف ان ايه الكوندايل واللي ماسك فيه الجينرويد فوسا والزيجوما ماسكه في الكرونويد او الريمس ماسك يعني حاجه قدامي حيطه، فباجي اروح قاطع سيكشن من العظم 2 سنتي. عايزين نلغي كل الكلام ده ونثبت 2 سنتي، يعني هنا يبقى 2 وهنا تبقى 2، الويدث بتاعها 2 سنتي اوكي، وافصل خالص اهو زي ما هنا في الصوره افصل خالص الكوندايل او الريمس عن البيز اوف ذا سكال. يبقى انا كده فصلت بقى هنا في فراغ، يبقى اول جزء من العمليه اسمه جاب ارثروبلاست. طب هسيب الفراغ ده كده؟ لا، قال لك بعد كده لازم نعمل الجزء الثاني من العمليه اسمه ايه؟ اسمه انتربوزيشنال ارثروبلاست. انتربوزيشن ارثروبلاستي الحته اللي انا عملتها فراغ بالجاب ارثروبلاستي دي هحط فيها حاجه، احط حاجه ليه؟ اعمل ريكونستراكشن للجوينت، ارجعه لشكله الطبيعي، امنع الريكارنس، ما انا مش عايز العظمتين ايه يمسكوا في بعض تاني. دي حته دي سبيس لازم تتملي. اللي بملى بيها ممكن عن طريق ماسلز جرافت فات سكين كوستوكوندرال ستيرنوكلافيكولار او سيرياستاتيك تيفلون ستانلي ستيل. طيب ايه كوستوكوندرال ستيرنوكلافيكولار؟ دول الاثنين دول الاثنين دول ما بنستخدمهمش غير بس مع الاطفال. لو انا هعمل بوني انكلوزز لطفل، بوني انكلوزز لطفل، فانا هحط له حاجه كوستوكوندرال اللي هو الريب، يعني هحط له حاجه اللي هو الريب الضلوع، احط له حاجه يحصل لها جروس. ما انا عايز الماندبول بتاع الطفل ده يكمل الجروس بتاعه اكن هنا كان في كوندايل، فبنحط له حاجات من عنده ينفع تبقى يحصل لها جروس زي كوستو كوندرال جوينت او ستيرنو كلافيكرال كارتج. بحط له الحتتين دول ليه؟ علشان يحصل جروس للماندبول. يبقى بنستخدمهم بس مع الاطفال عندنا علشان ينمو الماندبول تاني عندنا. دلوقتي هنتكلم على المرض الثالث عندنا والاخير في التمر مانديبولار جوينت اللي هو السبلكسيشن اند ديسلوكيشن اوف ذا تمر مانديبولار جوينت. ايه كلمه سبلكسيشن؟ سبلكسيشن يعني هايبر موبيليتي. يعني ايه هايبر موبيليتي؟ عيان بيخرج الكوندايل من بره الجلينويد فصه قدام الارتيكولار امنس وبيرجعها لوحده، يبقى هو فرحان كده بيخرج ويدخل الماندبل ويقدر يفتح بقه جامد قوي
ويخش بقى موسوعه جينيس والكلام ده كله، العيان ده عمره ما هيجي يشتكي لك من وجع، هو ما عندوش وجع، هو فرحان باللي هو فيه ده، بنقول عليها لوس جوينت، وده مش مرض، هو مش هيجي يشتكي لك من حاجه، ده اسمها سب لاكسيشن. المرض بقى اللي عندنا اسمه ديسلوكيشن. يعني ايه ديسلوكيشن؟ معناها ان الكوندايل طلعت من فوق من اوت اوف ذا جينويد فوسا، طلعت بره جينويد فوسا وهيلد انتيريور. انتيريور لمين؟ انتيريور سبير لايه؟ للسامت. ايه السامت ده؟ اللي هي اعلى نقطه في الارتيكولار ايمينس. يبقى هو طلعت من ايه؟ من الجينويد فوسا، وقفت قدام الارتيكولار ايمينس، زنقت ايه قدامها. اوكي؟ ده نتيجه سبازم للماسلز عندنا. طيب الديسلوكيشن ده بيبقى ايه الكوزز بتاعته؟ اول حاجه تروما، ممكن واحد ايه خد بنيه وهو فتح بقه فالماندبل او الكوندايل طلعت من مكانها، او فتح بقه جامد قوي وهو بيتاوب عامل فيها اسد بقى وبيتاوب، او نتيجه ابيليبتيك سيزر، او ان انت مثلا جالك عيان وضربت في دماغك ده انا لازم اعمل له فول ارش بريدج النهارده وخليته يفتح بقه لمده ساعتين، تيجي العيان يقفل بقه ما يعرفش يقفل بقه نتيجه انه فتح بقه لفتره طويله قوي، او اكسسيف مانيبيوليشن ما سندتش الماندبل كويس وانا بخلع بعمل اكستراكشن، او ممكن يحصل بقى نتيجه اوستو ارثرايتس او ماسلز في مشكله في الماسل نتيجه بعض الادويه زي الانتي ايميتك دراج، او اكسسيف كابسولار لاكستي. لو احنا فاكرين الكبسول هي كانت ايه؟ هي كانت الاربع جدران اللي محجمه كل الحركات بتاعت الكوندايل، فلو حصل فيها لاكستي، لاكستي يعني ايه؟ يعني ما بقتش بنفس القوه، بقى فيها نعومه. طب ايه انواع الديسلوكيشن؟ عندنا يونيلاترال او بايلاترال. يونيلاترال معناها ان الكوندايل واحد بس اللي خرج من مكانه، بايلاترال معناها الاثنين كوندايل خرجوا من مكانهم. التقسيمه الثانيه اكيوت او كرونيك او هابيتشوال. اكيوت ده يعني الديسلوكيشن دي اول مره تحصل للعيان، وطبعا دي صعب ان العيان يرجع الماندبل بنفسه. الكرونيك دي معناها ان العيان ده كل شويه بيحصل له المشكله دي على فترات ايه متباعده، بس يجي يقول لك دي مش اول مره تحصل لي يا دكتور، دي بتحصل لي كذا مره. هنا برضو العيان ما بيعرفش يرجعه بنفسه. الهابيتوال ديسلوكيشن اللي هي السبلاكسيشن، هنا بقى هو فرحان بيطلع ويدخل والماندبل من غير اي مشكله. عندنا تقسيمه ثانيه اللي هي الانتيريور او اللاترال ديسلوكيشن. احنا دايما الديسلوكيشن بيقول ان الكوندايل طلعت من جينويد فوسا ووقفت انتيريور اند سوبيريور للارتيكولار ايمننس، بس في اوقات رير قوي ممكن تبقى سوبيريور اند بوستيريور، يعني ترجع لورا، وده دايما بيحصل نتيجه ان حصل فراكشر في التيمبرال بون. او لاترال ديسلوكيشن، الكوندايل طلعت من مكانها وراحت لاترالي، وده برضه بيحصل في حالات الفراكشر. اما احنا بنتكلم دلوقتي على الانتيريور ديسلوكيشن، ده الموست كومن ديسلوكيشن اللي بيحصل. طيب ايه الساين والسيبتوم في البايلاترال ديسلوكيشن؟ هنلاقي ان الماندبل طلع قدام ولوجد وقف في مكانه، والعيان طبعا عنده اوبن بايت وانتيريور اوبن بايت، والبوستيريور تيز بس هي اللي لامسه بعض، والعيان عنده بروجناستيك ابيرا ساكنه عنده كلاس 3. في اللاترال ديسلوكيشن هنلاقي ان الماندبل ديفييتد ناحيه ايه؟ النورمال سايد. خدوا بالكم بقى هنا الديفيشن ناحيه ايه؟ النورمال سايد. في الانكلوزز كانت الديفيشن ناحيه ايه؟ الافكتد سايد، اوكي؟ دول عكس بعض، يبقى في ال بسم الله الرحمن الرحيم، في الانكلوزز الديفيشن راح ناحيه الافكتد سايد، اما في السبلكسيشن والديسلوكيشن الديفيشن راح للنورمال سايد عندنا. طيب طبعا هنلاقي في ديبريشن قدام الاير نتيجه ان الكوندايل مش موجوده في مكانها، طبعا في ليميتيشن في بين في التمبرو مانديبولار جوينت عندنا، واديما وتندرنس في التمبرو مانديبولار جوينت اريا. الباثوجينيسيس ايه سبب الديسلوكيشن ده؟ سبب الديسلوكيشن زي ما اتفقنا اول حاجه في لاكستي او فلاسيديتي بقت مش جامده، الجوينت عندنا كبسول والليجامنت، ممكن ماسلز هي اللي عامله المشكله دي زي اللاترال تروبويد ماسلز او الماسيتر ماسل فيهم سبازم، فالسبازم ده بيؤدي الى دي ديسلوكيشن عندنا. ايه التريتمنت بتاعنا؟ التريتمنت بتاعنا هنبتدي دلوقتي على التريتمنت لايميديت لاكونسيرفيتيف وديفينيتيف سيرجيكال تريتمنت. ايه السبلاكسيشن وديسلوكيشن ليهم نوعين من التريتمنت، لا كونسيرفيتيف لا سيرجي. اما لو جينا خدنا بالنا المايوفاشيال بين ديسفانكشن سيندروم ما فيهوش غير كونسرفاتيف تريتمنت، الانكلوزز ما فيهوش غير سيرجيكال تريتمنت، اما السبلكسيشن ديسلوكيشن في الاثنين كونسرفاتيف وسيرجيكال تريتمنت. اول حاجه الاميديت تريتمنت ده لا يستخدم الا في حالات الاكيوت ديسلوكيشن، يعني واحد اول مره تحصل له
وما يعرفش اي حاجه، بندي للعيان لوكال انستيزيا، الاوبريتور او الدنتست يلف الثامب فينجر بتاعه بشاش كتير كده، وبعد كده يحط الثامب فينجر على الاوكلوزال سيرفس بتاع البوستيريور تيس في التو سايد، وصابعه الثانيه ماسكه الماندبل، وبعدين يقف ورا قدام العيان براحته، وبعدين يزق الماندبل لتحت والورا، يزقه لتحت والورا عشان يرجعه مكانه. بعد ما زقينا الماندبل لتحت والورا بعمل ايه؟ قال لك بيعمل ريلاكسيشن للماسلز. ازاي ريلاكسيشن للماسلز ده؟ ان احنا بخلي العيان ده نربط له بقه بالسلك لمده 4 أو 5 أيام بحيث ان هو ما يفتحش بقه يعني، او ممكن نعمل باندج نلف الماندبل في راسه كده بباندج. الباندج دي برده علشان اعمل كل ده عشان اعمل ليميتيشن للجو اوبننج، انا عايز اريح العضلات عندي. الحاجه ده الاميديت تريتمنت اللي اتكلمنا عليه، وقلنا الاميديت تريتمنت لا يستخدم الا في حالات الاكيوت ديسلوكيشن، واحد جاي لك بقه مفتوح نتيجه ان هو لسه حاصل له حاله. طب الكونسرفاتيف تريتمنت، الكونسرفاتيف تريتمنت يستخدم بس في حالات الكرونيك ديسلوكيشن. في حالات ايه الكرونيك ديسلوكيشن؟ اول حاجه الانجكشن لسكلروزنج سوليوشن انتو ذا جوينت كبسول، انا عارف ان الكوندايل ما ايه براحتها وقاعده تطلع وتدخل براحتها، فاروح انا عامل ايه؟ اروح انا جايب سوليوشن سكروزنج سوليوشن واحقنه جوه الكبسول عندنا، اخلي يحصل انفلاميشن. الانفلاميشن ده يعمل لنا فايبرس تيشو، الفايبرس تيشو دي تقف زي الكلكيعه كده قدام الكوندايل، فالكوندايل ما تعرفش تعدي منها وتطلع بره الجينولويد فوس عندنا. الحاجه كمان الثانيه في الكونسرفاتيف تريتمنت ان اعمل ايموبلايزيشن للجو باي الام اف اف، اقفله بقه ام ام اف، دي اختصار ماكزيلو مانديبولار فيكسيشن. ماكزيلو مانديبولار فيكسيشن اقفل له بقه زي ما اتفقنا بالسلك او بباندج، مهم ان انا بس ما اخليش العين يفتح بقه جامد، اقول لك هي افتح بقك على قد بس معلقه، كل الكلام ده عشان اريح العضلات. ممكن يكون السبب بتاع الديسلوكيشن ده في اكلوزال ايه اكلوزال ادجستمنت، انا عايز اظبط له الاوكلوجن بتاعه، العيان عنده لوس للبوستيرير تيس، عنده هاي ريستوريشن هاي بريدج او هاي دينشر، كل الكلام ده. بدل العيان برده مثل ريلاكسنت وسيداتيف، ممكن اعمله شورت ويف دايسيرمي، شورت ويف اللي هي العلاج الطبيعي والحاجات دي كلها. ما نفعش الكلام ده بقى هبتدي ايه السيرجيكال تريتمنت. اول حاجه في السيرجيكال تريتمنت هي تايتنج للكبسول او كبسيلو رافي. يعني ايه كبسيلو رافي او تايتنج للكبسول؟ احنا اتفقنا ان من اسباب الديسلوكيشن ان الكبسول بقى فيها لاكستي او فلاسيديتي، بقت واسعه كده مهروقه كده. فبنعمل ايه؟ بنعمل اول حاجه كبسولار بلايكيشن. يعني ايه كبسولار بلايكيشن؟ باجي انا اقص حته من الكبسول واروح مضيقها، مضيق الكبسوله، اقص حته واشيلها وارميها، وبعدين اضيق الكبسول زي ما يكون عندي حاجه واسعه، بقص منها حته واجيب الناحيتين ايه اخربطهم مع بعض، فانا بقص حته من الكبسول وباجي اربط الناحيتين مع بعض، اسمه كبسولار بلايكيشن. او ممكن اربط الكبسول واعمل سيوتشرنج للكبسول مع ايه مع التمبرال فاشيا. التمبرال فاشيا قويه وهتقوي الكبسول، تخلي الكبسول تقوى وما يكون دايما تتحركش براحتها. طيب ممكن يكون السبب الديسلوكيشن ده برده زي ما اتفقنا ان الكوندايل ماشيه ايه براحتها وقاعده تدخل وتطلع. طيب ما ابني قدام ايه الكوندايل حيطه، هبني ميكانيكال اوبستاكل، اعمل كرييشن لميكانيكال اوبستاكل. الله، طب اعمل ايه الميكانيكال اوبستاكل؟ قال لك هتيجي عند الارتيكولار امننس ونحط ايه سيلياستاتيك امبلانت، احط حته ايه امبلانت كده او احط بون جرافت، احط اي حاجه اعلي بيه الارتيكولار امننس، اعمل عتبه كده، فالعتبه دي تخلي الكوندايل ما يطلعش ايه من مكانه. كنا زمان بنعمل حاجه اسمها بنكسر الزيجوماتيك بون ونثبتها مع الارتيكولار امنس، اسمها دوتري بروسيدور، والدوتري بروسيدور دي دلوقتي ما بقتش تتعمل كتير. احنا كنا بنكسر الزيجوماتيك ارش ونثبته مع الارتيكولار امنس بحيث ان الكوندايل لما تيجي تتحرك تلاقي قدامها بقى الزيجوماتيك ارش بحاله ما تعرفش تطلع من مكانها. الله، طب ما ممكن الكوندايل بتروح وتيجي نتيجه ان في اوبستاكل هو بيعوقها في الرجوع، طيب اعمل ايه؟ يبقى ريموفال للميكانيكال اوبستاكل، يبقى اي حاجه بتمنع رجوع الكوندايل في مكانها الطبيعي يبقى في الحاله دي اشيلها. ممكن ايه يكون الديسك هو السبب فاعمل مينيسكتومي اشيل الديسك، او ممكن يكون الارتيكولار امننس هو السبب عالي في حته وواطي في حته فاعمل ايمينيكتومي، او اعمل ايمينوبلاستي. ايمينوبلاستي يعني اساويه اخليه متساوي، او ممكن تكون الكوندايل فيها مشكله نفسها فاعمل هاي كوندايلكتومي اشيل الكوندايل نفسها. ممكن يكون السبب بتاع الديسلوكيشن ان في مشكله في الماسلز زي ما اتفقنا، ففي الحاله دي قلل الاكشن بتاع الماسلز على
الكوندايل نعمل مايوتومي لاترال تروجويد ماسلز. يعني ايه مايوتومي؟ يعني هقطع الصله اللي ما بين اللاترال تروجويد ماسلز والديسك، او ان انا اعمل ساكريفاينج للتندون بتاع التمبراليس. يعني ايه ساكريفاينج للتندون بتاع التمبراليس؟ هروح قاطع الكورونويد بروسيس بحيث ان هي ما بقاش في اكشن للتمبراليس على المندبل عندنا.